صباح الخير، صباح الطاقة المتجددة لكل عشاق الصباحات التركية العربية. لما بنحاول نعمل خلطة خاصة جدا عندنا في برنامجنا أحلى الأوقات، بنقول في زلزال موجود في الاستوديو. الزلزال هو الفقرات اللي تليق بيكو. كل يوم بنحاول نجمع من كل مكان حكايات لعشاق اسطنبول، عشاق الأوقات الحلوة اللي بنقضيها مع بعض. طبعا احنا دايما بنقول وبنكرر، ديكور صغير وقت قصير لكن قلب كبير، هو قلب برنامجنا. النهارده حكاياتنا هتبتدي من طعم الجمال اللي موجود في كل ايامنا اللي لازم نزينها بيه. وما تنسوش الخير والبركه عشان يكونوا موجودين لازم انت تبقى مؤمن بيهم، لازم انت تبداهم بحب قلب كبير مهما كانت التحديات. وخدوا بالكم، جميل ان الانسان يلاقي في حياته شيء علشان يضحي علشان، سواء كان حبه لشخص او حبه لمبدا أو حبه لوطن، وده طبعاً من أسمى أنواع الحب. إيه رأيكم نبتدي حلقتنا النهاردة ونقول حكايتنا بتبتدي من الجمال؟ يمكن يعني مؤسسة خاصة جداً موجودة في تركيا لتصميم الجمال تواجدت على شاشات التلفزيون والسينما، وصلت لكم في الوطن العربي يمكن مؤخراً من خلال مسلسل عشق ممنوع. يمكن أنا النهاردة بتزين بزينة خاصة جداً من تصميمات جيم لوكمان حكيم، وهي ماركة كتير خاصة جداً في تركيا. احنا سعينا لان احنا نقول لكم الجديد اللي بيقدموه كل يوم، لان كل يوم عندهم ابتكارات. فاللي كان واللي تزين بيه اكبر واشهر الفنانين في السينما وفي الدراما موجودين معانا، واحدث يمكن التصميمات الخاصه بمعاني خاصه جدا هتكون موجوده معانا النهارده مزين برنامجنا. هقول لكم صباح الخير. دي حكايات. الحكايه الثانيه السياحه، اذا كنت بتفكر انك تيجي هنا لاسطنبول يا ترى هتروح فين؟ وايه هي المدن اللي وصلت لها الخدمات السياحيه؟ ويا ترى هتلاقي كل اللي بتتمناه، سياحة صحية، سياحة طبيعية، سياحة جمالية، سياحة تاريخية؟ أنا هسأل والإجابة هتكون مع رئيس اتحاد الفنادق السياحية في تركيا التروب. أما لكل امرأة بتبحث عن صحتها وخصوصا أثناء استقبال مولود جديد وبتعاني من مشكلات، هنحكي النهاردة حكايات خاصة. كل دي حكايتنا النهاردة في أحلى الأوقات. مش هطول عليكم كتير، الجمال هيتكلم معانا في أول فقرة من فقرات أوقاتنا الحلوة معاكم. شوفوا واسمعوا وارجعوا لنا تاني. Bu sene ilk defa 25 metrekarelik alanda bu fuar sergileniyor. سوف يتم عرض معرضنا في مساحة 25000 متر مربع في هذا العام لأول مرة. عدد المشاركين في هذا المعرض كثير جدا، كما أن هناك مشاركين من خارج البلاد إلى جانب الأتراك. يزور الناس من المحترفين والمتخصصين جناحنا في المعرض، ويمكننا أن نقول إننا سننجح. نحن نستمتع بالمعرض ونقضي وقتا طيبا، كما يتم تعريف التقنيات الحديثة والجديدة فيه. هناك من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا من المشاركين في المعرض لتشجيع منتجاتنا، وهم من الممثلين للشركات الكبيرة المنتجة على مستوى العالم. الهدف الأساسي من هذا المعرض هو العملاء الأتراك، ونحن سعيدون بإقبالهم الكبير. نحن نعتبر هذا المعرض من أهم المعارض، حيث إننا نظمناه في مساحة كبيرة لأول مرة، ونأمل أن نقدم أفكاراً مختلفة السنة القادمة. يعني أكيد إحنا بندقق كتير جداً وإحنا بنختار الأشياء المتعلقة بجمالنا ومستحضرات التجميل، زي ما اتفقنا إنها لازم تتناسب تماماً مع بشرتنا ومع الوقت اللي بنستخدمه فيه صيف أو شتاء، وتكونوا واثقين من المنتجات الموجودة جواها. إحنا أكدنا كده في برنامجنا. طب إذا كان ده الجمال الخارجي، المكياج، وإذا كان بدأنا الحلقة وقلنا آخر صيحات الموضة اللي بيقدمها مجموعة جيم لوكمان حكيم هتكون موجودة معنا من خلال يمكن تصميمات هتكون يعني بتزين بيها كل يوم قدامكم لزينة الحياة الدنيا، وهي الأولاد والبنات.
احنا بدأنا حكاياتنا مع دكتورة خاصة جدا وأخصائية في عالم أمراض النساء، ويمكن حكينا معها عن أطفال الأنابيب وإيه المشكلات وإمتى والعقم، لكن جالنا أسئلة كتير جدا حوالين فترة الحمل نفسها وكتير من الستات اللي بتتعرض لعملية السقوط المتكرر. أكيد موضوع بيبقى مؤرق جدا ومقلق جدا للعيلة. احنا حبينا نفتح الموضوع بشكل أكثر عمقا، خلينا نتشارك مع بعض علشان حياتنا تبقى أفضل ونزينها بكل أنواع الزينة. معانا ضيفتنا الكريمة ساينس فال تاش دمير هاني مفندي، نورتينا جدا يا دكتور. خوش جالدرس. خوش بلدك. شكرا جزيلا. يمكن المرة اللي فاتت احنا فتحنا سؤال صغير، عملية السقوط المتكرر وإيه هي أسبابها، لكن المرة دي عايزين ناخدها بشكل أكثر تفصيلا. فال هاني، يعني يمكن موضوع السقوط المتكرر للمرأة عايزين نعرف الأسباب. سيس كالميور. كالميور. تمام. بوكون إلي بيس بيس بالماك السيروز بروبلم نادر. ندان أويل يا شولار. Çocuk olmaması yönde. Evet. Biliyoruz ki toplumumuzda 60'dan birisinde çocuk olmuyor. Bunun birçok nedeni var. Erkekten kaynaklı. كثير عدد كبير من النساء الذين يعانون من مشكلة العقم أو تأخر الحمل، لذلك فنحن نقول أن طبعا العملية هي أن البيضة تخصب وتبقى في الرحم لمدة 9 أشهر إلى أن يحين موعد الولادة. أما في حالة وجود أي مشكلة تعيق هذا الشيء، فهذا يعني أن الحمل لا يتم. لذلك فيجب على النساء أن يكونوا حاملات أو يقوموا بهذه العملية، عملية الحمل، قبل أن يصلوا إلى مرحلة سن اليأس. أما إذا وصلوا إلى هذه المرحلة أو هناك معوقات أخرى، فيمكن أن نقوم بعمل أطفال الأنابيب وأيضا يحصلوا على الأطفال. ولكن يعني بالنسبة لأطفال الأنابيب تحتاج إلى بيضة، بالتأكيد بيضة المرأة لكي يتم تخصيبها. لذلك طبعا هناك بعض مشاكل الرحم وهناك بعض الأكياس التي تتكون في الرحم، فهذه من أهم أسباب العقم. طيب ده إذا كنا بنتكلم عن أسباب العقم. طب نيجي نرجع بقى للموضوع التاني اللي فتحناه النهاردة، هو عملية السقوط، سقوط الأطفال، يعني عدم تمام الطفل في رحم أمه وسقوطه مبكرا، سواء كان في الأشهر الأولى أو في الأشهر الأخيرة. بيبك دوشيو طوامت ميو رحم ده ندان دوشك ديرم بيشوك نداني وار. هناك أسباب كثيرة لسقوط الأطفال أو الأجنة، وطبعا نحن نعرف أن أهم الأسباب هي إذا كان هناك الميوم في الرحم أو الأكياس غير مستحبة في الرحم، فهذه تؤدي إلى عدم تخصيب البيضة أو منعها، أو مثلا هناك الضغط المرتفع، وكذلك مرض السكر، وكذلك مشكلة الغدة الدرقية إذا كانت موجودة لدى المرأة. فهذه هي بعض الأسباب، ولكننا لا نستطيع أن نحدد سبب واحد فقط لذلك. ولكن في الفترة الأخيرة ثبت العلماء سبب آخر، وهو حالة الجسم أو جهاز المناعة بالنسبة للمرأة. فإذا كان جهاز المناعة ضعيفا لدى المرأة فيحدث سقوط الجنين. لذلك فنحن نقوم بعمل أولا تحاليل، فإذا كانت هناك أكياس نقوم بعلاج تلك الأكياس أولا، إزالتها من الرحم. أما إذا كان هو جهاز المناعة، ضعف جهاز المناعة، فنحن نقوم أيضا بتقوية جهاز المناعة لدى المرأة لكي تستطيع الحمل ولكي يبقى الجنين بصحة جيدة. لذلك نحن نأخذ بعض التحاليل لكي نثبت السبب. أما إذا كانت المشكلة مستمرة، فعند ذلك نقوم بعمل أطفال الأنابيب ونأخذ مثلاً
هناك بعض الأبار التي نعطيها مثلا لتقوية الهرمونات لدى المرأة، أو يعني أنواع من العلاج التي والتي نستعملها من أجل طبعا مرور هذه الفترة الحرجة. أكيد المهم الاكتشاف المبكر للمشكلة، وأعتقد ده شيء مهم جدا يعني دكتور سيفال. يعني إركان بالمايك بوني بندر بروبليم نيرده أو تشوك ينعملي ألاج إتشين تم أني يا مدر يعني يعني ياش لي على كفر ما ني زمان باش ليوروس. يعني أنا عايزة أعرف يعني إمتى بالضبط نقدر نتدخل في موضوع إن إحنا نعالج، أو ممكن نعرف العلاج هينفع ولا مش هينفع يعني. يعني طبعا بالنسبة لعمر المرأة هو شيء مهم جدا بالنسبة لفترة الحمل، فطبعا إذا كانت في مرحلة الشباب وتعيش هذه الفترة فعند ذلك يكون العلاج مختلف، أما إذا كانت المرأة قد تقدم بها العمر فعند ذلك أيضا يكون العلاج مختلف. طب بالنسبة لعملية السقوط المتكرر، يعني قد يحدث أن يحدث سقوط مرة واحدة نتيجة حادثة أو حاجة، وبعدين قد يحدث أن المرأة تعاود السقوط كل ما يبقى في حمل، كل ما يبقى مرة تانية في عملية سقوط وهو معاناة كبير، هل ده بيأثر في إمكانية الحمل بعد كده ولا لا؟ يعني تكبير دفا محتمل مثلا او دوشوك يعني بير سبب var ama kaç defa sonra tekrar oluyor öyle bir çok problem evet, çok yoğun. Yani düşükler birçok kez karşımıza çıkabilir. 3 kez düşük olduğu zaman bir düşük çok önemli değildir bizim. بالنسبه للسقوط مره واحده هو شيء لا يهم، ولكن اذا تكرر السقوط مرتين او ثلاث مرات فهذا يؤدي الى او اذا راينا انه خمس مرات او 10 مرات فهذا يعني يعني أن هناك مشكلة حقيقية، لذلك فإذا أيضا استعملنا طريقة أطفال أنابيب واستمر السقوط أيضا فهذا يعني أيضا مشكلة كبيرة، لذلك يجب طبعا أولا أن نعالج المشكلة قبل أن نقوم بعمل علاج أو التداوي بأطفال الأنابيب، لذلك مثل ما قلت أولا نقوم بعلاج المشكلة مهما كان، ثم في كل شيء طبعا هناك تدقيق في البيضة، لذلك نختار البيضة الجيدة، ثم أيضا نختار الحيوانات المنوية القوية ونحاول تخصيب البيضة ونختار أحسن بيضة مخصبة لكي نضمن الحمل الصحيح والصحي. حتى إمبريولار أني رحم دشند ألتون جوكينة قدر بيتبليوسك هناك يمكن أيضا أن تبقى البيضة المخصبة خارج الرحم لفترة معينة، ثم بعد ذلك نضعها في الرحم بواسطة عملية بسيطة ونستطيع بهذا الشكل النجاح في هذه العملية. نرجع مرة تانية لأسباب سقوط الحمل، يمكن احنا قلنا ان اخر حل بنلجأ ليه اذا كان الموضوع يعني لجأنا للعمليات او لجأنا للتداوي لكل المشكلات اللي بتسبب السقوط المتكرر للحمل ولم تؤتي ثمارها، فعلينا ان احنا بنلجأ لأطفال الأنابيب. لكن ما زلنا في مرحلة أسباب السقوط، وحضرتك قلتي من ضمنها الأكياس اللي بتتكون في الرحم كيست ندر نصل اوليو. يعني انا عايز اعرف اسباب تكون هذه الاكياس الموجوده في الرحم، وامتى تبقى خطر نزمن وقدر ضرر لتهلك كبير شيء نزمن. كيسلار بيليوروس كي كادنلار ده ان نحن نعلم ان الاكياس التي تتكون في الرحم والتي تسبب العقم هي من اهم اسباب العقم، هذه الاكياس التي تتكون في الرحم. واما بالنسبه للاكياس فهناك طبعا عندما لا تسقط البيضة بشكلها الطبيعي عند ذلك يتكون الكيس أو الأكياس، وهي شيء بسيط أيضا يجب طبعا أن لا نعالجها بالعملية الجراحية، ولكن باستعمال حبوب منع الحمل التي تقضي على تلك الأكياس، ثم بعد ذلك تنظيف المنطقة بشكل جيد، لذلك تكون المرأة
جاهزة للحمل. Bu kistler ameliyatla hemen alınma yoluna gidiyor. Tamam. هناك بعض الأطباء الذين يحاولون أن يأخذون تلك الأكياس بواسطة عملية، فهذا يؤدي إلى أضرار كبيرة في البيضة، بيضة البويضة النسوية. لذلك فنحن لا نوصي بإجراء العملية أولا، ولكن باستعمال بعض الأدوية. وهذا أيضا يؤدي إلى دخول المرأة في مرحلة سن اليأس بشكل مبكر. لذلك نحن لا ننصح بالعملية بوقت مبكر، ولكن يجب أن نعالج تلك الأكياس، ومن ثم نحاول أن نحقق الحمل بشكل سليم وبشكل آمن. لذلك أقول أن نكون قد حل، وصلنا إلى حل لمشكلة العقم لدى النساء، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط. فنحن نلاحظ هذه المشكلة التي هي من أهم المشكلات التي تواجهها المرأة في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة طبعا المرأة في منطقة الشرق الأوسط دائما تكون سمينة ولديها وزن زائد. لذلك فهذا أيضا من بعض الأسباب التي تؤدي إلى تكون تلك الأكياس وإلى حدوث مشكلة العقم وعدم الحمل. لذلك نحن نوصي أيضا بالتخلص من السمنة الزائدة، وكذلك نعالج طبعا تلك الأكياس الموجودة، ونلاحظ أيضا الدورة الشهرية. فإذا كانت الدورة الشهرية غير مستمرة بشكل شهري بيومها الحقيقي، فلذلك نعالجها لكي تكون منتظمة. وهذا أيضا من بعض أسباب منع الحمل، أن تكون الدورة الشهرية غير منتظمة. لذلك نحاول أن ننظم الدورة الشهرية أولا. كويس، يعني احنا المفروض ان احنا نبحث الاول عن الاسباب، ولما نعالج الاسباب نقدر ببساطه شديده جدا نوجد الحلول. عشان كده اللجوء للمتخصص فتره مبكره كتير شيء مهم. طب احنا وصلنا كتير اسئله سوال هانم حوالين سن الزواج وتاخر سن الزواج، او ان سن الزواج يكون مبكر، يعني يا بدري كتير يا متاخر كتير. سيس جيليور مس ازاي؟ ايوه سيس جيليور. ايفلين ماك زمانين دا يعني ياشن دا. يعني بازن kızlar çok erken evlenmiyorlar, evlenmiyorlar bazen çok çok geç yani 35'ten sonra falan öyle oluyor. O alaka var mı? Tabii ki. Kistler yani organlarımızdaki rahatsızlık. Bennisbe li el ekyas tetekavun aydan inde problemleri yoktur ama taahhur fi sen el zavaj fa fi عمر الشباب لا تتكون تلك الأكياس في الرحم، ولكن إذا تأخر الزواج بعد فترة تتكون هذه الأكياس. وطبعا كلما قلت كلما زاد العمر فهناك تقل البيض بويضات. يعني انا بصراحه عايزه اسال حوالين اذا في اي تصرفات او اي حاجات ممكن نعملها للوقايه من ده، يعني وخصوصا اذا كان لها علاقه بالاكل. يعني يمك لي علاقه فارما ويلي بير شيلر فار يمك نيورس طبعا بالنسبة للسمنة أو زيادة الوزن تؤدي أيضا إلى تكون الأكياس في الرحم. لذلك يجب طبعا نحن لا نقول أنه سبب مباشر، ولكنه أحد الأسباب المؤثرة yeme tablomuzun sağlıklı beslenmemizin çok önemli olduğunu bize gösteriyor. Hey. إذا موضوع التغذية شيء مهم، هو مش بيركزوا عليه كعامل أساسي، لكن التغذية المنتظمة والصحية أكيد بتأثر تماما في كل حاجة في حياتنا، بما فيها موضوع الحمل السليم. يعني الموضوعات مرتبطة ببعضها، لكن إذا تحدثنا عن الأسرة داخل حدود العيلة، وهل العامل الجيني والوراثي ليه علاقة ولا لا بحدوث عملية سقوط أو الحملة أو ما إلى ذلك؟
نعم، لقد تتحدثي عن موضوع مهم جدا وهو سؤال مهم بالنسبة للجينات والعامل الوراثي. طبعا هو من أهم الأسباب التي تؤدي أيضا إلى حدوث الحمل أو عدم حدوثه. لذلك فأنا أقول أن إذا كان سقوط الجنين هو بسبب مثلا تشوهات خلقية والتي هي طبعا عادة ما تنتج نتيجة أمور وراثية، فهذا يعني أن السبب هو سبب جيني وسبب وراثي. لذلك فنحن طبعا هناك نقوم بطبعا العلاج بشكل مختلف. نحن نحاول أولا أن نعالج هذه الأمراض الوراثية أو الأسباب الوراثية، ثم نقوم بعمل طبعا يستمر العلاج لسنين طويلة. لذلك نحن أولا نعالج هذا السبب، ثم نقوم بعمل أطفال الأنابيب أيضا بعد ذلك لكي يكون الحمل مضمونا وصحيا. لذلك نحن نقول أنه موجود في هذا البلد وفي تركيا، نقدم كل شيء. يمكن سفال هانم قبل كده شاركتنا في كذا مرة كذا معلومة، وخصوصا حلم أن أنا يبقى عندي ولد أو بنت، شيء مهم جدا أن أنا حققه. من أكثر الحاجات اللي شعرت بها تركيا مؤخرا هي السياحة الصحية، خصوصا في موضوعات الجمال وعمليات المتعلقة به، لكن انتهاء بعملية أطفال الأنابيب. ويمكن متميز جدا مركز سفال هانم في هذه النقطة، بيجي كتير جدا ناس وافدين من أوروبا ويمكن من العالم العربي، علشان كده بناخد إجابات خاصة جدا لأسئلتنا من عندها. فتحنا موضوع السقوط المتكرر للحمل النهاردة، ويمكن ربطناه بحاجات كتير، من ضمنها الأغذية الصح ما تنسوش، ضمنها العالم عامل الوراثي يبقى لازم تعملوا تشيك اب على طول، لازم تعملوا دايما تحليلات علشان تعرفوا، ضمنها سن الزواج لازم توازنوا يا جماعه، مفيش حاجه اسمها احجام تماما عن الجواز او حاجه ان احنا نتخلص من بناتنا ونجوزهم بدري، لان جميل انك يبقى عندك ولد او بنت، لكن الاجمل ان انت تحصل على ولد وبنت صحيح معافي، يكون فعلا زينه للحياه الدنيا، ما يبقاش بيوجع قلبك. يا رب تبعدوا كلكم عن وجع القلب. الدكتور سيفال تاش دمير هانم افندي، كل شكر لوجودك معنا النهارده، كالعاده نورتينا، يومك جميل. بعد الشكر دارم. شكرا جزيلا لكم. عشنا مع الصحه، اخذنا بالنا، كل البنات والفتيات والستات والامهات والابهات ما تنسوش النقط دي، وركزوا معانا كل يوم في احلى الاوقات، هنفتح موضوع خاص بكل افراد العيله. طيب الصيف وصل، الصيف وصل يعني السياحه اعتقد، وكل الناس اللي حابه تغير جو وتتخلص من الضغط النفسي اللي عاشته فترات الدراسه فترات الشغل، بتلاقي فتره الصيف مناسبه. هنروح فين؟ مين قرر يجي لتركيا؟ هيروح على اي مدينه؟ حكايات مهمه جدا جدا النهارده، هيجاوب على كل اسئلتنا المتعلقه بانواع السياحه وشكل الاوتيلات الموجوده هنا وفين تقدروا تلاقوها وتركيا رايحه فين، وخصوصا على خريطه السياحه اتجاه الوطن العربي هنا، ضيف مميز وعزيز جدا علينا. شوفوا السياحة وعيشوا معاه في التقرير اللي جاي، وارجعوا لنا حكاياتنا في أحلى الأوقات.